محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسم المستودع فيها. صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أعلنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكلنا عذرنا في نظرة منا إليه. عجل فرجه، سهل مخرجه، أوسع منهجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذاهبين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم. إلى متى تواني صاحب الطلعة الغرة؟ أما أنا من أعداك أن تطلب الوتر. فديناك لما أغضيت عما جرى على من المصطفى، منها وقد صدع الصخرة أترضي وتنسى أمك الطهر فاطما. غدات عليها القوم قد هجموا جهرا، أترضي وشب النار في باب دارها، وقد أوسعوا في عصرهم ضلعها كسرى، أترضي ومنها أسقط الطهر محسنا، وقاد علي المرتضى بعلها قسرى، أترضي وصوت العب والشحمتنا. ومن لطمة الطاغي غدت عينها حمرا، أترضي وقد ماتت وملء فؤادها شجا، وعلي بعد شيعها سرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن كنز العمال عن النبي: ابشري يا فاطمة فإن المهدي منك. وفي كتاب اللؤلؤة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة حمل شجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض كتابات العلماء أن فاطمة هي بين خاتمية الأنبياء وخاتمية الأوصياء. عن الحاكم في المستدرك يقول: المهدي من عترتي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولدي فاطمة. والمتقي الهندي في كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي رجل منا من ولدي فاطمة. التمثيل الذي أقيم اليوم في بيت وفي مؤسسة وفي دار وفي مسجد وفي محل سمي بالاسم أشرف الخلق وهو المصطفى، قام بهذا التمثيل مجموعة من الشباب الذين لربما بعضهم ولد في بلاد المهجر وبعده وبعضهم هاجر إلى هذا البلد منذ طفولته، لكنما التأثير والإبداع والإيحاء الذي قام به فسجل موقفا أو يسجل مواقف كثيرة، سواء للإنسان العالم المعمم، للإنسان المستمع، للعائلة، للشباب،
وهذا بداية التكليف أو أهمية التكليف الذي قام به أشبالنا وأولادنا وشبابنا وحسينيتنا ومركز مصطفانا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب الذي قام به مجموعة الشباب هو إيصال وإيحاء أننا أينما كنا وحيثما كنا وفي كل مكان نكون نقدر أن نوضح ونلبي ونبين ونبشر ونهيئ النفوس والقلوب لعقيدتنا وهي العقيدة الفاطمية. هذا الدور لا نكتفي به على المسرح فقط، بل إنما نأتي إلى الآية الكريمة التي يأمر الله بها بالمحبة، بالمودة لأهل البيت بالعمل لا بالقول فقط. أنا لما أجي ألعب دور من الأدوار وأريد أن أتقن هذا الدور، فبداية كن أتقن حالات النفسية سواء كان الدور سلبي أم إيجابي. إذا كان إيجابيا فلا بد وأن أبتعد عن كل سلبي حتى لا أحاسب عليه، وإن كان الدور سلبيا فأحذر نفسي لكي لا أكون منه، وأحذر المجتمع وأحذر المستمع وأحذر الشباب وأحذر العائلة وأحذر البيت من أنه لا تكون